بعد الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي، جيتكم اليوم في وصفة المادلان. كما راكم تلاحظوا مادلان ناجح بوصفة بسيطة، مقادير اقتصادية. كاين العديد من الأخوات يقولوا المادلان ما يخمرناش مليح، ولا ما يجيش إسفنجي. راح نوريكم هذه الطريقة سهلة وبسيطة بمقادير موجودة في أي بيت. هذا هو المادلان تاعنا. خفيف. راح نروحوا للمقادير. عندنا 4 حبات بيض، عندنا كاس زيت، عندنا كاس سكر، عندنا 5 ملاعق حليب، عندنا كيس خميرة الحلويات، عندنا كيس لافاني. راح نحطوا البيض في اناء كبير كما راكم تشوفوا. هكذا نزيدوا عليهم رشة نتاع الملح، ونزيدوا الكاس تاع السكر وكيس الفانيليا، ونضربوا هذه المكونات مليح بالخلاط الكهربائي ولا الباتور. هذه هي، خلطوها مليح. بعد ما نضربوا مليح هذوك المكونات حتى يولي الخليط تاعنا ابيض، راح نزيدوا الكاس تاع الزيت، نزيدوا 5 ملاعق تاع الحليب، ونكملوا نضربوا المكونات. والسر في المادلان ولا الجينواز ولا الكيك هو كي نضربوا المكونات مليح حتى يولينا الخليط ابيض. اذا نستمر هكذا في خلط المكونات جيدا حتى نتحصلوا على هذا اللون. من بعد راح نضيفوا الفرينة على الدفعات. بطبيعة الحال راح نضيفوا مع الفرينة كيس الخميرة الكيميائية. هكذا راح نغربلو مباشرة الفرينة والخميرة الكيميائية فوق الخليط. هكذا كما راكم تشوفوا. ونكملوا نخلطوا مليح حتى تدخل الفرينة في هذا الخليط.
هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه كما راكم تشوفوا، ما يكونش ثقيل ثقيل وما يكونش خفيف. من بعد جبت هذا الإناء فرغت فيه الخليط تاعي وبديت نفرغ الخليط في دي كيسات كما راكم تشوفوا. بصح ما راحش نعمروا الكيسات كامل لخاطرش من بعد يتضاعف الحجم تاع المادلان ويجي هذاك. هذا هو المادلان تاعنا كما راكم تشوفوه، خمرنا مليح. من بعد ما طاب المادلين تاعنا حطيناه كما راكم تشوفوا. تجي هذه المرحله اختياريه، مرحله التزيين. كاين اللي تبغي تقدمه كما راه هكذا، كاين اللي تبغي دير تزينه. انا درت غبره الشانتيي مع الماء بارد وراني نضرب فيها، راح نزينه بشانتيي بكريم شانتيي. إذن تحصلنا على كريم شانتيي كما راكم تشوفوا، راح نزين بها المادلين هذا. لكن قبل ما نزين بالكريم شانتيي راح ندير فتحة في هذا المكان، راح ندير مربى. من بعد نزين بكريم شانتيي. هذه هي جبت المربى تاعي انايا، هذه الطريقه كما راكم تشوفوا. درت فتحه في اعلى تاع المادلين ودرت هذاك المربى هكذا. طريقه سهله. وكنت انا عمرت الكريم شانتي في لابوش هذه، نكملوا كامل الحبات بالمربى. من بعد نزين بهذه الطريقه ونحتذر هنا الصوره ما كانتش باينه كنت نزين، لكن طريقه سهله. كملت المادلين تاعي بالمربى كما راكم تشوفوا. من بعد راح نكمل تزيين بالكريم شانتيي. هذه هي الطريقة سهلة البنات كما راكم تشوفوا. وفي الأخير كملت زينت حبات المادلين بهذه الحلوى الفضية، وكاين حبات زينتهم بالكراميل هكذا كما راكم تشوفوا.
وكاين حبات زينتهم بهذه الحلوى الملونه كما راكم تشوفوا، لكن كما قلت لكم التزيين يكون اختياري. المهم في المادلين يخرج خفيف وناجح. هذا هو المادلين كما راكم تشوفوا في صحن التقديم. هذوما الحبات اللي زينتهم بالكراميل، والباقي زينته بهذه الحلوى. المهم ولا عجبتكم هذه الوصفة تاع اليوم، ما تنساوش تابوني وفي لاشان باش يوصلكم كل جديد، وديروا لي لايك. سلام، في امان الله.